مشاهدينا الأعزاء، متابعينا الكرام في المملكة العربية السعودية أينما كنتم عبر SSC، دائما تحية لأن يسجل نتيجة إيجابية وهو يلعب في ملعبه، وأن تشاهد فريقه منتصرا في مباراة اليوم. أبها في حراسة المرمى عبدالله الشمري حارس مرمى أبها، أمسن على اليسار سعد الغنام على اليمين، كل عمامية وفرصة لأبو بكر الذي سجلت اليوم ويصل إلى النقطة 13. عندنا كل عمامية وعرضية وخطيرة جدا وفرصة، الرجل الذي يحضر هنا كرة خطيرة وكرة وهول لويس كوستافو يسد، والشمري حط الكرة في مكان خطير وصعب في النصر الأول. 1-0 للعالمي، 1-0 البلجيكي مع نادي أبها الذي مواسم قضاها مع أبها واليوم يغيب بسبب الإصابة. كرة أمامية وفرصة وكرة أرضية، غريب يلعب الكرة الأرضية والمحاولة الرأسية، و30 مباراة دولية كرة تلعب أرضية لكن تغطية، انطلق غريب يتقدم في كرة إلى الأمام، أمام تغطية موجودة ومحاولة ما زالت متابعة. زكريا سامي، العرضية من سامي الناجعي والكرة الأرضية ملعوبة أمامية وطويلة جدا، هذا مرر في مكان خطير وصعب، سجل النصر الأول والعرضية الآن حاضرة. بطولة الدوري الفرنسي في ذلك الموسم حينما سلولي عرضية وكرة خطيرة جدا يفكر ثم عرضية وخطيرة وفرصة والتصويبة ممكن، الله في سنة كايسيدو، كرة أمامية نصراوية، النصر جميل ورائع وفرصة ثم محاولة، مهارة عالية لغريب، عرضية وكرة طويلة في الشامبيونز من دون شك، لكن في الدوري يحاول سعيد يلعب العرضية، كايسيدو فرصة والتصويب والرأسية من كايسيدو والتصويب لم تكن موفرين، ينقل كرة طويلة إلى الأمام، الخيبري حاول التقدم إلى الأمام والكرة البينية، سامي كنترول وكرة وفرصة، كرة عند كونان، تمريرة ممتازة وفرصة لسامي والتصويب من الناجعي، الكرة الخطيرة جدا لسان، والكرة العرضية تلعب خطيرة أمام المرمى، قدم إلى الأمام كونان، عرضية كونان عند مين؟ التغطية سارية للنصر عند الفارو وأمامية وتاليسكا وفرصة خطيرة تقيلة نصراوية، عرضية منتظرة وكرة تضيع، وشوف التمريرات 1-2، يا سلام على الكرة الجميلة واللقطة الرائعة والعرضية، لكن قبلنا من الممكن أن هناك أمامية وتمريرة لأبو بكر، وراح أبو بكر وكرة طارت على فنس، غريب يمرر والكرة تصطدم طاقة صفراء، نعم الحمسل، شوف هذا هنا التدخل على الحمسل وخطأ وبطاقة صفراء، جمالية المنظر من بعيد للمدرب البلجيكي، وهنا كرة وأبو بكر يحاول الآن، لا تركيز، شوف تسلل على فنس، لابد أن يكون حاسما، وهنا عرضية وكرة والعمري وعبد الله الشمري كان تدخل، هذه اللقطة وهنا الكرة والبدلاء بالنسبة لأبها، بينما خالد الغنام وصاد علي اليوم، هنا الكرة وهنا التدخل من جانب رياض شرحيلي، طرف الكرة وراحت للطرف الأيمن، تمريرة أمامية من جانبي المرور بالمهارة والتقدم والعرضية وكرة خطيرة جدا والتسويبة والتمريرة وكرة وفرصة، الله من النجعي للغنام، سجل الغنام هدف النصر.
العصر الثاني. ضغطة حطها سامي جميلة للغنام، حاط اليمنى والتصويبة بالقدم اليسرى، وهدف نصراوي، هدف نصراوي ثاني، سجل النصر الثاني من جانب سامي النجعي لأن يسجل في الدقيقة الخامسة. بينما عندنا حتى نصراوية تمريرة على اليمين، يتقدم النصر في كرة والتمريرة ضعيفة من جانب للزوري، يتقدم ساري عمر العرضية والكرة كايسيدو والرأس، شوف ساري عمر في العرضية على رأس كايسيدو، تحرك ممتاز، ثم بالقدم اليسرى حط الكرة فوق حارس المرمى فيها، شوف كانت قطع عند غريب والعرضية تلعب والكرة خطيرة وكرة ينجح في إبعاد كرة العمري، العمري متعود على الكرات، يلعب الكرة القصيرة، ما زالت الغنام، عرضية الغنام وكرة طويلة مكان ممتاز، هنا كرة لفينسنت والعرضية من أبو بكر والكرة تطول وتذهب عند السلولي، يحاول سلولي، يتقدم سلولي، عرضية وكرة خطيرة، المعار من النصر لأبها طويلة وأمامية لأبو بكر، طويلة على أبو بكر، يحاول الطيب فرصة لأبها خطيرة جدا، ومزياني بقير والطيب مزياني وعبد الفتاح آدم مكان ميكسوني وكايسي، كرة كونان في عرضية ومحاولة خطيرة جدا وكرة لتاليسكو في إبعاد الكرة، خطيرة كانت والتصويب بالعادة، تاليسكا لا يضيع مثل هذه الكرات، لكن الشمري كان كرة على اليسار يحاول يلعب كرة عرضية لكن التغطية موجودة قبل عبد الإله العامري، طويلة إلى الأمام، أمامية ممتازة وطويلة إلى خارج من نجع على اليسار والعرضية الآن وكرة خطيرة جدا القادمة وبعد القادمة، عندنا جولتين، من أراد أن يذهب الباطن أن يلعب أمام الباطن، هنا كرة أمامية ومحاولة خطيرة وفرصة متاحة لمصلحة أبابل، لا شيء، كرة للغنام، تمريرة بينية وأيمن في كرة إلى الأمام، تمريرة ممتازة لعبد الفتاح آدم وكرة لبقير، فرصة خطيرة والتصويبة ضعيفة وصعبة، صعبة صعبة في التصويبة، لكن دفدو سوينا متراجعين للخلف، وأبو بكر تمريرة وكرة لغوستافو والتصويبة، يحاول في كرة أيمن يمرر الغنام، الغنام أمام تغطية، قطعت الكرة، سوينا راحت لتاليسكا، تاليسكا حصل على الكرة، ما زالت نصراوية، كرة الماضية لكن شوف اللقطة والتصويبة الجميلة، جميلة كرة تصل لمصلحة أبها، انطلاقة للشاب محمد مران، كرة طويلة ومحمد مران الكرة الأولى، كرة أمامية وصلت عند كونا، شوف الكرة، شوف الكرة، شوف المسافة، شوف اللقطة والتصويب، قوية الكرة وصعبة على حارس المرمى عبد الله الشمري، راحت للمرمى. وصل الحساب الرسمي لنادي النصر السعودي على انستغرام إلى رقم قياسي في عدد المتابعين مساء اليوم بعد إعلان تعاقده مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو. وأعلن النصر السعودي الجمعة الماضية تعاقده مع النجم البرتغالي رونالدو في صفقة انتقال حر لمدة موسم ونصف. وشهد الحساب الرسمي لنادي النصر إقبالا كبيرا من عشاق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في الأيام الماضية، حيث وصل عدد المتابعين إلى أكثر من 9 ملايين شخص بعدما كان 800 ألف فقط قبل الإعلان على الصفقة. وبذلك تجاوز حساب النصر العالمي على الانستغرام حساب نظيره الأهلي المصري في عدد المتابعين ليصبح أكثر حساب لنادي عربي متابعة